الوداد ورجاء كيقول لها انا في هاد كازا في المغرب كامل في العالم باكمله كيقول لها انا انه يلبس هاد التوني فهمتوني اخوتي ونعطيه 500 درهم ألف درهم ها هو اخوتي شو 500 درهم 1000 درهم اخوتي 500 درهم 1000 درهم 2000 درهم ما كاينش اشكال نموت انا مع نموت شوف انا غنموت مع غنتحداه واش عباد الله هذا على قبل انا اعطاني دابا 5 درهم قول لي البس نعطيك البس اي حاجه انت دابا شنو ما فهمتش انا كنت دوي اخويا يلا دوي هاك وداد فدائيون حتى الموت من صغري وال كاينه الحمراء وطلق صاحبي انا كنتحداك مرحبا كنتحداك انك سيدي ها هو الضمانه هو التليفون اها الضمانه سيدي هو التليفون غنعطيك 500 درهم ولا 1000 درهم الا لبستي سيدي توني ديال هاد التوني دي ديال الراجل ولا ديال الراجل لا ما يمكنش تماك مسطى ولا ماك واحد يبيع فرخ شو ولا يبيع خشو تماك مسطى ولا مال سير اصاحبي بحالك اصاحبي شو تتمرقن بيا واش داو منيتك سير اصاحبي طالع علينا الدم اصاحبي بدا تفرقع علينا اصاحبي فرقع علي شي واحد 500 درهم اصاحبي واش سير 500 درهم سير بها الحمام وحسن بها وباتكول بداش مفرقع علينا الدور 500 درهم وتوني اصاحبي بداش مفرقع 1000 درهم ولا و1000 درهم اصاحبي واش هو الفلوس اصاحبي ثلاث الدرجه اصاحبي والو و1000 درهم اصاحبي 1000 درهم والواحد 1000 درهم اصاحبي غتمشي تدبر على راسك والواحد ولي يموت على فرخشو ولا على بلادو و1000 درهم غتمشي تدبر على راسك اصاحبي وما تعطيني ما نعطيك العطا وشحال نعطيك السيدي وتلبس التوني يلا بيلي تحداك قدام هاد الناس وسير بعاد من هادي واش هذا مسطى ولا مالو هادو راه مسلمين بحالك اخوت في الاسلام ولكن اصاحبي الفرقه مبادلينا كل واحد وتيحب الفرقه ديالو تينتامي لك الفرقه ديالو تيحبها يديروا على ود اي شي حاجه ماشي الشبيع اللي قاد ديرها ماشي الشبيع على 10000 ولا 20000 ولا 30000 هما لعابه لعبوا في الوداد وباسوا التون تاعي ومشاو للراجا من حقهم كل واحد وشو شنو بغى وكنت ما تدخلش ليا الفكره هذه تدخل عليا لا انا غنتحداك حتى غتلبس مسطيتها صاحبي واخا روح رياضي كي ممكن مسطيتها شي غير لبس التون هذا واحد اخر كاع وتليفون من الفوق تحداك انا نعطيك السي جيب ديال الوداد مرحبا شي توني من لبسو من غير ديال الوداد ها هو اخويا حتى هو نص نص ها ها لا ما مشافقش معاك ما مشافقش ما خطيني لك خطيني لك انا وخدم عقلك مزيان غير سايل لايف غتندم لا واخا غير سايل لايف غتندم 3000 درهم لا خويا 3000 درهم واش مسطى ولا مالك؟ انا كنقول لك اسي انا بغيتي تسطى علينا درتي تسطى علينا شوف 3000 درهم غضربها في الجيب ما يمكنش غيعطي لك شي لعاب واش 3000 درهم غيعطي لك شي لعاب ما يمكنش حنا نمشيو نديبلاصاو وحنا نخسروا فلوس حنا راه تيخسروا واش غيعطي لك الرئيس؟ وهانيه واش غيعطي لك شي واحد المهم واش نشجعوا فرقتنا اخويا راه من الصغر حنا تنحبوا الفريق هذا راه انا صراحه ما عنديش معاه انا تنموت على الوداد حتى انا راه كنموت على الوداد ولكن راه نروح رياضي حنا خوت اصاحبي انا مازال قابل التحدي لا مازال قابل التحدي انا مازال باغي نتحداه وغنبقى حتى انا غنبقى حتى اكسبتي غنبقى حتى اكسبتي هاد التحدي حنا خصنا نحاربوا التعصب علاش واحد وداد ما يلبسوش ديال الراجل علاش الراجل هو ما يلبسوش ديال الوداد لا انا غنبقى نحارب التعصب وغنبقى نحارب هادشي اخويا اش تحارب غنبقى نحارب التعصب واحد كيقول لك انا ما لبستش ديال الرجاء هو ودادي وواحد كيقول لك انا ما لبستش ديال الوداد هو رجاوي انا غنحارب التعصب شحال نعطيك قول يلا قول ما كاين الصابون ما نعطيك المعطاه عطى الله سبحانه وتعالى ما كاين الصابون غنبقاو فدائيون حتى الموت سالينا واعرين اخويا هاد الناس هادو اخويا واعرين اخويا وكاين مازال غنتحدى بنادم هادي البدايه ومازال مازال غنتحدى بنادم حتى غنلبسو هذاك اللي كيقول انا ودادي فدائي ولا رجاوي ما عرفت شنو غنلبسو هاد التونيا وعقلو اخوتي انا مازال كنتحدى اي واحد الفريق ديالنا اخويا وانا نتحداك انني نلبس هذا الراس انا كنلبسهم بجوج انا مازال ما سالينا ما عنديش مشكل انا وتانا هاد اللوغو راه ماشي ضده وماشي ضد هادو ولا ضد هادو ولكن انا مازال كنتحدى اي واحد كيقول انا ومازال داخل في التحدي اخوتي